بسم الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. كاملين مع بعض في الميني كورس الاكسل ان شاء الله. النهارده هنتكلم عن تول مهمه وهي السورتنج او الترتيب. بتساعدنا في التعامل مع الداتا، انها بتخلي شكل الداتا اوضح، بتساعدني ان انا ارتب الداتا بشكل معين او على اساس عمود معين من الداتا اللي عندي. يعني مثلا لو انا عندي داتا زي دي، الداتا دي بتعرض اسماء الزبائن، الفيرست نيم واللاست نيم، المنطقه اللي الزبون ده منها، تاريخ الاوردر اللي طلبه الزبون، والاوردر اماونت، تمام، والكاستمر اي دي. فانا ممكن الداتا دي اعمل لها سورتنج، ان انا يطلب مني ان انا ارتب الداتا مثلا بترتيب ابجدي، او ممكن ارتب على حسب نمبر، على حسب العمود اللي انت بتشتغل بيه، او ممكن ترتبها بالاوردر اماونت. يعني ممكن يقول لك رتب لي الداتا دي من اعلى لاقل في سعر، او اعلى سعر اوردر الطلب. فانت لو جيت رتبت من اعلى لاقل، هتلاقي ان اعلى اوردر الطلب او اعلى سعر الطلب كان موجود هنا، واقل واحد هيبقى هو اخر واحد قايمة، وهكذا. طيب ازاي بنعمل سورتنج بالداتا؟ بنيجي عند هوم، وبنلاقي هنا عندنا سورت اند فلتر، بندوس عليها. هنا بيقول لك عايز تسورت من سمولست لارجست او لارجست سمولست، ده لان انا واقف على الكاستمر اي دي. يبقى انا لو طلب مني ان انا ارتب الكاستمر اي دي، او عايز ارتب الداتا دي باستخدام العمود الخاص بالكاستمر اي دي، ان انا عايز ترتبي الكاستمر اي دي طبعا من الاقل للاعلى. فانا باجي هنا وباجي للهوم وبقول له sort and filter، وعايز من smallest to largest. ببساطه هو رتب لي الكاستمر اي دي 34 36، وهكذا من smallest to largest. طبعا اي تغير بيحصل في العمود ده بيحصل قدامه تغير في كل الاعمده الثانيه، الكاستمر اي دي ده هيطلع قدام البيانات الخاصه بيه، وهكذا. ممكن يطلب مني برضو ان انا ارتب على حسب الاوردر اماونت، انا عايز اعلى اوردر اماونت وبعدين اقل اوردر اماونت، وهكذا. فانا باجي احط على العمود اللي انا عايز اعمل بيه sorting، وبقول له هوم sort and filter، وبعد كده بقول له largest smallest. انا عايز اشوف اعلى order amount كان 2946، وده كل الداتا الخاصة بيه، customer id والfirst name والlast name والarea والorder دي. فده ببساطة استخدام السورتنج، وان هي بتساعدنا ان احنا نشوف الداتا بشكل اوضح، وان انا ارتب الداتا لو انا عندي كمية ارقام في العمود بتاعي ممكن ارتبها من الاعلى للاقل عشان اشوف اعلى حاجة حصلت او اقل حاجة حصلت، وهكذا. طبعا بيساعدني ان انا اشوف الداتا بشكل اوضح زي ما قلنا. اتمنى كل شيء يكون واضح وبسيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.